السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور كرار مهدي من فريق الجي اس ام Medical Education. موضوعنا راح يكون حول الـ Common Adult Orthopedic Injury ضمن السلسلة أو خاصة بالـ Lower Extremities. حلقتنا راح تكون حول الـ Femoral Shift Fracture. مثل ما تعرفون عندنا الـ Femoral Bone هو the most longer bone، أنا أيضا عندنا الـ Strong Bone، فبالتالي الكسر يصير به يحتاج إلى يعني ضغط كبير جدا حتى يصير عندنا الكسر، فبالتالي يحتاج هاي انرجي تروما خلال الفيل بصورة قوية، أو عندنا accidents حتى يصير عندنا الفراكتشر، لأنه مثل ما تعرفون عظمة قوية جدا، وبالتالي يعني عادة يكون بالموتور الشخص الاكسيدنس يكون أكثر معرض للإصابة بالفيمورال شيفت فراكشر. طبعا هاي النوعية this is injury must differentiate from the insufficiency fracture، وأيضا لازم femoral قلنا هو large strong bone ويحتوي على good blood supply require large hard impact to force breakdown the bone، وبالتالي مثل ما تعرفون يحتاج إلى كمية إلى قوة كبيرة حتى يصير عندنا الكسر. تحتوي على عدة أنواع، من ضمنها عندنا الفور تايب، يعني كجنرال عندنا أربع تايب من الفراكتشر الكسور اللي موجودة، من ضمنها عندنا ستريس فراكتشر اللي هي من خلالها طبعا ما راح تبين عندنا بالأكس راي، وبالتالي تحتاج MRI حتى تبين على الجزء الستريس اللي موجود، وأيضا عندنا سيفرال انفكشن فراكتشر وبارشال فراكتشر وكومبليت ديسبليس فراكتشر. ستريس فراكتشر مثل ما قلنا انه هو سمول كريك اوف ذا بون، طبعا يصير عندنا الاشخاص اللي يكون هاي امباكت سبورت، مثل ما قلنا يصير ضغط للجزء، وضر النقطه المهمه لازم نعرف حول ستريس فراكتشر بانه الشخص يكون يعني الاكس راي ما راح يبين بيها، بالتالي يحتاج MRI. بينما السيفيرس باكسن فراكتشر عندما يكون فراكتشر بون بريك ان ذا مولتيبل فراجمنت الموجودة على أجزاء صغيرة مثل ما شوفوا عندنا driving of each other ولكن non displaced. أما بالنسبة عندنا partial fracture اللي هو يكون incomplete break of the bone ولكن يكون non complete displaced مثل ما شوفون اللي عندنا بالصورة، أو عندنا complete displaced fracture يعني عندما تكون جزئين two piece تكون ما مرتبطة مع بعضها يكون displaced fracture. كجنرالي هاي الأنواع الفراكتشر اللي موجودة فقط للتذكير، ولكن يعني هو يعني الفيمورال فراكتشر هو صراحة يعني موضوع مطول جدا، ولكن فقط راح نركز على النقاط المهمة اللي ضرورية اللي نحتاجها. أيضا عندنا الفيمورال هيد فراكتشر. الفيمورال هيد فراكتشر يحتوي على العديد من النقاط، ويكون عادة الأشخاص العسكريين عادة يكون فتأثر على الهيد اللي موجود، فأما يكون على الجزء بسيط أو يكون بصورة كاملة، أو يتضمن عندنا الفيمورال هيد فراكتشر مع الفيمورال نيك مثل ما تشوفون اللي عندنا بالصورة، طبعا شرحناها بحلقة السابقة حول الهيب فراكتشر وركزنا على النيك والأجزاء الخاصة بها والكلاسيفيكيشن اللي ذكرناها، فيكون مرتبط مع الهيد مع الفيمورال مع الفيمورال اللي موجود فيمورال هيد عفوا وفيمورال نيك، او يكون ايضا يكون ضمن الجزء الخاص بالفراكتشر اللي يكون ديسبليس عندنا الارتيكولار كارتليج وعندنا الفايبر كارتليج باللابريوم اللي موجود بالفيز ممكن يكون. اما بالنسبه عندنا تايب اوف ذا فيمورال شيفت فراكتشر، عندنا العديد من التايب، فيكون عندنا اما ديسبليس اور نون ديسبليس، او يكون عندنا كلوز فراكتشر او اوبن فراكتشر حسب يعني حسب يكون عندنا الانرجي تروما. عندنا الفيمورال شيفت فراكتشر اهم عند ترانسفيرس، عندنا لينر نون ديسبليس، او عندنا ديسبليس كومبليتلي، او عندنا سبايل وجرين ستيك، وعندنا كوميونيتي. ايضا احب بس اذكر بانه الكوميونيتي يكون مقطع الى عديد من الاجزاء الخاص بها، وبالتالي طبعا يحتاج مانجمنت هاي كير مانجمنت لهذا النوع. وايضا عندنا البلاك فراكتشر اللي يكون هاي طبعا معرض للفيزيكولار نيكروسيس. اما بالنسبه عندنا السيرجيكال تريتمنت للفيمورال فراكتشر، عندنا فالشخص لازم يكون معرض بها، لازم يكون خلال 24 28 ساعه
يكون الشخص البلان للعمليه الجراحيه. فالفيكسيشن از ديلي يونتال لايف بيكوز لانه يعتبر هو لايف ثريتنج كونديشن، لذلك يحتاج الشخص انستيبل ميديكال كونديشن بي ستابلايز. ضروري حتى نقلل الريسك اوف انفكشن، فالشخص اللي عنده اوبن فراكتشر ممكن نعطيه انتيبايوتيك as soon as possible. ايضا ممكن نستخدم الاكسترنال فيكسيشن اللي هو تمبرري يوز بصوره مؤقته للاشخاص اللي عندهم ملتيبل انجري، الاشخاص عندهم يعني جروح كبيره، وبالتالي فنثبتها بصوره مؤقته حتى لان الشخص يكون غير مهيئ للعمليه الجراحيه، حتى اللي انت الشخص يكون مهيئ، بالتالي يكون عندنا فيكسيشن. فممكن نستخدم الاكسترنال فيكسيشن. اما عندنا الانترمدولاري نيلينج اللي هو ذا موست كومينج تايب، واللي عندنا اللي يستخدم هذا البروسيجر نستخدم ميتال رود. هنا نستخدم عندنا الميتال رود اند ذا كانال اوف ذا فيمورال، فيكون ذا موست كومينج باستخدام عندنا السكرو، عندنا مثل ما تشوفون اللي عندنا بالصوره نستخدم النيلينج، فبالتالي عندنا النيلينج وبعدين نثبته بالسكرو بالبسامير، او عندنا اذا كان مصاحب مع الهيد مع النك عفوا، فبالتالي او فيمورال هيد عندنا فممكن يتعالج بالبدايه، وهي ذكرناها طبعا بالهيد فراكتشر، قلنا الهيب فراكتشر قلنا بالبدايه ضروري نعالج الهيد وبعدين نشوف عندنا النيل، ولكن يحتوي على العديد من الريسك فاكتور طبعا الميتال هيد الميتال رود عفوا، لان يكون عندنا التاتشمنت اذا كان غير مستقر، ايضا الفراكتشر ايضا يكون كومبليكيشن. فمثل ما تشوفون عندنا بالاكس راي، مثل ما تشوفون اذا عندنا ملتي فراكتشر هنا عندنا مثل ما تشوفون، فيكون يثبت يفضل ان يثبت عندنا بالهيد. ايضا اذا ما نجح عندنا الميتال رود ما نجح عندنا ممكن نستخدم بليت اند سكرو، اذا لم تنجح الميتال رود بالتالي ممكن نستخدم بليت وسكرو. للاشخاص not possible use for fracture external of the hip or knee joint ممكن involve. اما بالنسبه عندنا لاهم كومبليكيشن خاص بها، ممكن يصير عندك اند بروكينج بون، راح يصير عندنا حواف حاده جدا او شارب، فبالتالي يكون سراوندنج البلاد فازل او نيرف، وممكن يصيب عندنا النيرف، ولكن يصير عندنا فيري رير، ولكن الفيزيكولار نيكروز يكون ذا موست كومن. اما مثل ما تذكرون عندنا الاكيوت كومبارتمنت سندروم اللي يكون عندنا بينفول كونديشن، يصير عندنا الضغط عالي للمسل بيلدينج دنجرات ليفل، وبالتالي يصير عندنا ديكريز للبلاد فلو، ويكون معرض الشخص للفيزيكولار نيكروزز. اما كومبليكيشن فروم سيرجري ممكن يكون انفكشن انجري فروم نيرف بلاد فازل بلاد كلوت، او عندنا فات امبوليزم ممكن يصير عندنا بلمونري امبوليزم يروح لللانج ويسبب عندنا بلمونري امبوليزم، او الشخص يكون ايضا العمليه الجراحيه غير ناجحه، فبالتالي مثل ما تعرفون هي عمليه خطره، فتكون الكومبليكيشن والمورتاليتي ريت يكون عالي جدا. وصلنا لكم نهاية حلقتنا حول الفيمورال فراكتشر. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات تقدرون تراسلونا عبر الصفحة. كان معكم أخوكم الدكتور كرار مهدي من فريق الجياسة ميديكال إدوكيشن، ونشوفكم إن شاء الله بحلقة مقبلة. تحياتي لكم.